مشاهدين أهلا بكم. لا هدنة في السودان، هكذا يقول الميدان في ظل احتدام الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع خصوصا في الخرطوم بحري، حيث تتحدث المصادر الإعلامية عن خروج معظم مستشفياتها من الخدمة، على أن العنوان الأبرز اليوم هو عمليات إجلاء الرعايا الأجانب التي بدأتها دول عديدة من بينها السعودية والأردن والعراق والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين. هذه تغطية جديدة مشاهدينا نواكب فيها تطورات السودان ونسأل عن موازين القوى في الميدان وعن السيناريوهات المختلفة المحتملة. نرحب في هذه التغطية بداية بمحلل الميادين للشؤون العربية والإسلامية هنا في الاستوديو قتيبة الصالح، أهلا بك، وأيضا اللواء بدر الدين عبد الحكم الباحث السابق في الأكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية والأمنية، والسيد أحمد يحيى المحلل السياسي ضيفانا من الخرطوم، أهلا بكما. أبدأ معك سيادة اللواء بدر الدين عبد الحكم، بداية الحديث عن هدنة التي تم التوافق عليها بالأمس ولو كان متأخرا في أول أيام العيد، إلا أن اليوم هناك خارق لهذه الهدنة، كيف هي الأوضاع في الخرطوم تحديدا اليوم؟ الحقيقة الحكومة الآن عندها التزامات أخلاقية تجاه المواطنين في كل الأوقات التي أعلنت فيها الهدنة، فقد كانت القوات المسلحة تستجيب لهذه الهدنة، لكن لأن قوات المتمردين لا يعني يفتقدون للإمداد والاتصالات وإلى الإخلاء وأصبحوا شراذم متوزعين في الأزقة والأحياء وفي أطراف الخرطوم، فيصعب زي ما تحدث الأمين العام للأمم المتحدة فولكر، قال يعني حتى قيادة الدعم السريع لا تستطيع أن تتصل بأفراد المنتشرين المنازلين. معروف انه القوات المسلحه بدات هذه العمليات بمرحلتين، المرحله الاولى الصمود والتصدي، وهي المرحله التي انتهت والذي امتصت فيها القوات المسلحه هجمات المتمردين على القياده العامه وعلى المؤسسات السياديه وعلى المؤسسات العامه، وبعد انتهاء المرحله الاولى بدات المرحله الثانيه من اول امس، والتي انتشر فيها عدد كبير من الالويه والتي يعني بدات تمشط في احياء الخرطوم المختلفه. الان اصبح العمليات في وسط الخرطوم قليله جدا، الا من بقايا بعض السيارات التي كانت تندس او موجوده في خلف الاشجار او في وسط الاحياء، والتي لا تعرف ان هنالك عمليه عسكريه انطلقت ضد المتمردين في الطرق والشوارع الرئيسيه. هذه القوات عندما تريد ان تخرج تتصدى لها القوات المسلحه وتدمرها. الان الوضع في الخرطوم والخرطوم بحري وفي الخرطوم في شرق المطار، وهو شارع بن خاتم وبعده شارع 60، انطلقت قوات دفعت بقوات الدعم السريع حتى شارع مدني. هنالك القوة التي خرجت من هذه المناطق او هي مندفعه الى ولايه الجزيره تصدت لها قوات الطيران والدرونات فدمرتها، واما فيما يختص بالخرطوم فانطلقت العمليات للتمشيط بصوره واضحه لعدد من الالويه، والفرق التي المدعومه بالدبابات والطائرات انتقلت جزء من هذه القوات. بدات هذه العمليات من امس من طرف النيل الازرق الشمالي عذرا، ولكن هذا يعني ان عمليات التمشيط المرحله الثانيه التي اعلن عنها الجيش مستمره اليوم؟ نعم مستمره، لان المعروف انه من التجارب السابقه عندما اعلنت مرتين يعني الوقف اطلاق النار، كانت القوات الدعم السريع يعني تحاول يعني عندها مشكله في الامداد، يعني عندها الان لا يجدون ماء ولا يجدون اكل والمولات والمنازل مغلقه، كانوا يقتحمون المنازل ويقتحمون المولات والسوبر ماركات الكبيره من اجل الحصول على الاكل والنهب. لذلك يعني عندما اعلنت الهدنة الاولى كانت هناك اكثر من 300 سياره غادمه من غرب السودان من اجل انقاذ هؤلاء، لكن تصدت لها القوات المسلحه ودمرتها في يومين، كان يوم امس ويوم اول امس، يعني كانت تستغل فترات الهدنه من اجل ان تجمع انفاسها ومن اجل ان تجمع. ومعلوم ان هذه القوات ليست لها قيادات، وهناك معلومات مؤكده أن حميدتين ضربة والآن هو خارج العملية العسكرية مع عدد كبير من قياداته تم قتل، حتى الذين كانوا حوله عندما ضربته الطائرات كان عدد كبير، واعترف بنفسه 60 من الجنود ومن سكرتاريته
ومن المراوغين له غضوا في هذه العمليه. سيد بدر الدين عبد الحكم، يعني قلت ان حمدتي ضرب والان لا تواصل معه، هل سمحت ان تفصل اكثر؟ من اين هذه المعلومات؟ ما مدى صحتها او دقتها؟ معلومه مؤكده انه ضرب حمدتي، وضرب في العين، وخرجت الرايش بجنب اليمين للاذن، وضرب في صدره، وضرب في البطن، واتكسرت احدى رجل الشمال. عن حمدتي الان معطل، ممكن يكون توفى في اي وقت من الاوقات. يعني حمدتي الان في ظرف يحتاج الى عمليه دقيقه، يعني عمليه دقيقه انه بتحتاج لاخصائيين، لكن نسبه الان المستشفيات التي تقع كلها في جنوب المطار كانت احتلتها قوات الدعم السريع التي كانت تهاجم بكثافه. لذلك معلوم في التكتيك العسكري ان المهاجم في رحمه المدافع، هم كانوا يهاجمون القوات المسلحه في حاله دفاع وهي المرحله الاولى. لذلك كانت الخسائر في المركبات الرباعيه الدفع وفي الجنود كانت خسائر ضخمه جدا، مما دفعهم الى ان يقذفوا بالغتلى من زملائهم في اطراف الشوارع وفي الميادين وفي المستشفيات. حتى انه عدد من المستشفيات يعني خرج عن خدمه. سأعود إليك لنتحدث أكثر عن واقع القطاع الصحي وأيضا الأوضاع المعيشية بشكل عام في الخرطوم والسودان. أسأل هنا المحلل السياسي أحمد يحيى بعد التحية، هل لديك أي معلومات حول ما قاله ضيفنا اللواء بدر الدين عبد الحكم عن أنه تم استهداف حميتي وهو مصاب بإصابة حرجة؟ هل تؤكد هذه المعلومات؟ هل لديك أي معطيات؟ السلام عليكم، نهاركم سعيد. نحن والله ليس لدينا معلومات دقيقة حتى نؤكد أو ننفي، لكن المعطيات والمعلومات المتوفرة عامة لأغلب الصحفيين والخبراء والمحللين هي المعلومات التي يستقونها من الشارع أو من وسائل متاحة وغير ذلك. أنا في تقديرها وهناك كثير من المعلومات ترشح من كل الطرفين، كل طرف من أول يوم في المعركة يتحدث عن سيطرة كاملة، عن أنه يعني يقبض او يحكم سيطرته على اكبر قدر ممكن من الرقعة الجغرافيه والمواقع الاستراتيجيه. كل طرف يتحدث عن انه تكبد الطرف الاخر مجموعه قتلى وجرحى، وهناك كثيرا الاحاديث تدور هنا وهناك عن معلومات في ان هذا مصاب وهذا وهذا وهذا، وهذا امر في تقديري لا استطيع ان اتوثق منه. لكن انا حسب رايي هذا الامر القوات المسلحة وقوات الدعم السريع هم كلهم عبارة عن مؤسسة عسكرية سودانية، إذا تمردت جهة على الأخرى أنا أعتقد هذا أمر هو أمر عسكري، إذا هناك إشكالات بينهم هذا هو أيضا أمر عسكري. أنا في تقديري يجب أن يحل في إطار ليس به ضرر كبير للمواطنين. عندما تم إنشاء قوات الدعم السريع لم يستشار فيه الشعب السوداني في إنشاء هذه القوة، بالتالي اي اطار تنجم عن اشكالات بينهم انا اعتقد يجب ان تكون بعيده من المواطنين، بعيده من العزل، بعيده من النساء، بعيده من الاطفال، ويجب ان يحلوا مشاكلهم اذا كانت هناك في سبيل الحوار او عن طريق الحوار او غير ذلك، يجب ان يكون بعيد من الاضرار الكبيره التي هي وقعت من المواطنين. سيد أحمد، كما يبدو واضحا من هذه المشاهد المباشرة من الخرطوم ليس الحوار سيد المشهد اليوم، بل إن الاشتباك مستمر، وعلى ما يبدو هناك نوع من القصف، يعني هناك نيران ودخان كثيف. من خرق الهدنة برأيك؟ وهل هي فعلا هدنة من أجل إيجاد حل أم أنها فقط ذات طابع إنساني إذا صح التعبير، وأكثر ذات طابع دبلوماسي من أجل إجلاء الدبلوماسيين والبعثات ورعاية الدول الأجنبية؟ هي ذات الطابعين الاثنين، الهدنة هي ذات الطابع الإنساني والدبلوماسي. كثير من رعاية الدول المتواجدة في الخرطوم من سفارات البعثات الدبلوماسية تريد أن تجلي رعاياها في الخرطوم، وايضا هناك مسارات انسانيه يجب ان تفتح فعلا، لان هذا الحرب قد يعني خلق كثير من الاثار في المستشفيات، وخرجت الكثير من المستشفيات عن الخدمه، والمستشفيات التي هي متواجده حتى يعني بداخلها الخدمه ليست لها او ليست بها المعدات ولا الاشياء الاساسيه المعنيه بالاسعافات الاوليه. معروف ان القطاع الصحي اصلا منهار في السودان من قبل 4 أو 5 سنوات، هناك مشاكل صحيه كبيره وهناك مشاكل في هذا القطاع بصوره كبيره، والان هذه الهدنه في سبيل وصول المستشفيات الذي يريد ان يصل او يعني له مشاكل صحيه، واجلاء الجرحى ودفن الجثث في الشوارع، وهناك كثير من الاسر السودانيين متقطع اوصالهم
ما بين الخرطوم البحري وابو زمان وهكذا. لكن فعلا الهدنه لم يلتزم بها، او هناك نسمع دوي انفجارات خفيفه هنا وهناك وطلقات ناريه، وكل طرف يتهم الطرف الاخر، وكل متحدث باسم الطرف يطلع ويتحدث عن انه هو أما يعني من لم يحرق الهدنه وتم خرق الهدنه من الطرف الاخر. لكن عمليا انا في تقديري هذه الهدنه هي الان افضل من السابق من سابقاتها، رغم ان هناك دوي انفجارات وحوار او اقصد وهناك احتراب داخل الخرطوم، الا ان اطراف الخرطوم نوعا ما هادئه، واطراف الخرطوم بها نوعا ما من التجوال، وهناك حركه مواطنين في سبيل اللحاق ببعضهم البعض، هناك اسر تريد ان تنتقل الى الاسر الاخرى باعتبار ان هناك مناطق فيها كثافه نيران يريدون ان يخرجوا منها لاسرهم في المناطق الاخرى. الان هناك حركه نزوح وحركه بتاعت لحاق المواطنين ببعضهم البعض، بالتالي هناك فائده يعني من هذه الهدنه نوعا ما، لكن نحن في او انا في تقديري يعني افضل من لا شيء، افضل من لا شيء، وايضا هي تعطي مساحات ايضا للاطراف في ان الذين يمكن ان يدخلوا في هذا كوسطاء اذا كان القوه السياسيه السودانيه او اذا كان اصدقاء السودان وجوار السودان والمجتمع الدولي. انا في تقديري انا ليس مع التدخل الخارجي تماما، انا مع الحل الوطني، لكن في تقديري اذا هناك اي فرقاء في المنزل الواحد فشلوا في اداره ازمتهم على الجيرة وعلى الإخوة وعلى الزملاء أن يتدخلوا في سبيل ما يحل. قبل أن نتحدث عن الحل والمبادرات والجهد الدولي والخارجي، اسمح لي أن أسأل السيد عبد الواحد إبراهيم الصحفي والمحلل السياسي الذي ينضم إلينا من لندن. بعد التحية أستاذ عبد الواحد، يعني هذه ثالث هدنة منذ بدء الاقتتال في السودان، وقد شهدت السابقتان خروقات عدة، وعلى ما يبدو هذه الهدنة أيضا يتم اختراقها من خلال الاشتباكات والانفجارات التي تسمع بين الحين والآخر، ولكن هل لديها فرصة أكبر من سابقتيها؟ شكرا جزيلا لك، وتحياتي لك وعبرك للشعب السوداني الصابر المكلوم في هذه المحنة الكبرى التي يعيشها والتي لم يصنعها أو يساهم في صناعتها بل فرضت عليه، وتعازينا لأسر ضحايا هذه الحرب. أعتقد أنه يعني كلا الطرفين يعني لا أحد يستطيع أن يضمنهما، فالجنرالين معروفين بأنهم يعني جنرالات حرب منذ أبد طويل، سواء كان البرهان أو حميتي، وكلاهما كان صديقين لبعضهم البعض، وبينهما ما هو مشترك من جرائم ارتكبت في دارفور وفي مناطق عديدة، أخيرا كانت مذبحة الاعتصام الشهيرة اللي هي تسمى فض الاعتصام في السودان، وبالتالي هذه المجموعة يعني لم تعرف يعني بقطعيات فيما يتعلق بتعهداتها. أعتقد إلى حد كبير الأسلوب اللي اتبعه الجيش في الجانب الإعلامي معتاد بالنسبة للشعب السوداني، لأن هذا الجيش يخوض حروب من العام 1955 في جنوب السودان، انتهت لفترة قصيرة ثم عاودت وانتهت باتفاقية نيفاشا في ناكورو في 2003، ثم نيفاشا 2005، ثم تجدد قبلها القتال في دارفور وبين القوات المسلحة والفصائل المتحالفة معها، مجموعة الدفاع الشعبي اللي هي مجموعة من أعضاء الجبهة الإسلامية القومية، بالإضافة لمجموعات من ما يسمونهم يعني أولي الحصوة في ذلك الزمان من حزب المؤتمر السوداني، حزبهم يعني حزب الحركة الإسلامية. واستمرت هذه الحروب أيضا في جبال النوبة، واستمرت هذه الحروب في مناطق متفرقة في حقبة التجمع، فاعتدنا على الجيش مثل هذا الحجم الكثيف الدعائي، ولذلك بكل صراحة المصداقية يعني ضعيفة لدى المستمع السوداني والمشاهد السوداني. الظاهر في هذا الأمر أن في الجانب الإعلامي يبدو لي أنه التفوق لقوات الدعم السريع واعتماده على شباب مدرب، يعني احنا يعني من خلال هذه المسيره التعبويه خلال هذا الاسبوع اتضح ان هم اكثر يعني تدريب في الجانب الاعلامي، ففور حدوث اي شيء ما يعتبرونه انجاز، حصولهم على دبابه او يعني حسب منطلقهم تحريرهم لمنطقه، يعرضون هذا الامر في وسائط التواصل الاجتماعي المختلفه وفي زمن واحد ومجموعات وجروبات واسعه، فالنشاط والفاعليه لديهم اكبر. المشكله الجيش السوداني انه الان فيه مجموعه يعني في قيادته لا تتمتع باي صغه لدى الشعب السوداني خاصه فض الاعتصام.
عن هذه النقطة أستاذ عبد الواحد إبراهيم، سوف أسأل محلل الميادين قتيبة الصالح. يعني تحدث السيد عبد الواحد إبراهيم عن غياب المصداقية، مصداقية ضعيفة وثقة محدودة بالجيش، وأيضا تحدث عن أن الجانب الإعلامي لدى قوات الدعم السريع لربما أقوى وهو يضخم الإنجازات أو التقدمات التي تحصل على الأرض. هذه النقطة تحديدا، يعني هل نحن نعرف حقا ما الذي يجري في السودان؟ هل هناك اعتماد على ما يتم تناقله عبر وسائل الإعلام؟ كل التحية لك بداية ألا وللزملاء في السودان وكل العزاء في الحقيقة لأهلنا في السودان والمدنيين منهم على وجه التحديد. نعم، لا يقين، اللاوضوح، الضبابية هي سيدة المشهد الميداني والسياسي في السودان أيضا، وهذا سيكون له تداعيات كبيرة تحديدا في الجانب السياسي حتى لو فرضت هدنة في الخرطوم على أقل تقدير. في الحقيقة نحن لا نعرف حتى الآن من أطلق الرصاصة الأولى، كل طرف يقول بأن المعتدي أو المتمرد أو من أطلق الرصاصة الأولى كان الطرف الآخر. نحن لا نعرف حتى الآن من خرق الهدن بشكل عام، كل طرف يتهم الطرف الآخر بأنه قام بخرق الهدنة. نتابع الآن الأحداث من زاوية عين الخرطوم، التركيز كله على الخرطوم، مع أنه وفق ما يرشح فان الاشتباكات او المعارك بشكل من الاشكال تمتد على مساحه السودان، وبالتالي ربما حتى في تسع ولايات من اصل ثمانيه. صحيح صحيح، ولكن التركيز بشكل عام على الخرطوم، لان حسم المعركه لاي طرف بالخرطوم سيكون له تداعيات اكبر من حسمها خارج الخرطوم الى حد ما، مع ان التداعيات الانسانيه ربما تكون اكبر او السياسيه على السودانيين اكبر خارج الخرطوم منها داخله، وهذا بشكل عام. في الحقيقه لفتني الضيف بحديثه عن موضوع التكتيكات الاعلاميه المستخدمه، بالفعل كان لافت من عمليه ربما رصد حتى سريعة أو ربما متأنية على مواقع التواصل الاجتماعي وجود مكثف لربما وفق تكتيكات مدروسة، يعني لدى قوات الدعم السريع استراتيجية حقيقية يعملون فيها، كل تقدم إلى حد ما أو كل تواجد موثق بالصوت والصورة هذا يجد طريقه إلى شبكة الإنترنت ويتم ترويجه بشكل عام على منصات التواصل الاجتماعي. هناك عدد من الحسابات الناشطة، هناك عدد من الحسابات المروجة للحسابات الناشطة إلى حد ما. هل يدل ذلك طيب على وجود تحضير مسبق؟ اعتقد، يعني لا اريد ان اتهم لاقول بوجود تحضير مسبق يعني قبل العمليه العسكريه او انه العمليه العسكريه كان محضر لها، ولكن عموما في الفضاء الرقمي، عموما في الحياه السياسيه والعسكريه الجديده او هذا العالم الذي نعيشه، هناك دائما تحضير مسبق بهذه الطريقه، هناك بنيه تحتيه وارضيه محضره، مع انني اقول ان طبيعه الاشتباك في السودان كما حصلت، وهناك كثير من المصادر ربما الغربيه التي بدات تتحدث عن ان العمليه تم التمهيد لها، العمليه لم تكن وليده لحظات، العملية فيها انتشار وفيها تحضير وفيها وصول وفيها شيء آخر. بالتالي نحن نتحدث بشكل عام، نقول أن الضبابية، اللا يقين هي الميزة الأساسية، وهذا الأمر مقلق جدا، لأن الهدنة كانت ستحدث وتتحدث حتى لو كانت كما قال الضيف أحسن من لا شيء، ولكن كلما ازدادت حدة الصراع بشكل عنيف وانفجاري، كلما وصلت لذروة حدة إلى حد ما، يحتاج الأطراف لالتقاط الأنفاس، لربما يحتاج النزاع نفسه لالتقاط الأنفاس، وبالتالي هذا ما يخفف من اطلاق النار حتى لو لم تعلن هدنه. استغلت الاطراف الحديث او هذه الذروه للحديث عن هدنه غير مفعله الى حد كبير، ولكن هذه الهدنه التي ليس لها افق سياسي سوف تنعكس على الجانب المدني، على الانسان السوداني بشكل كبير جدا. بمعنى لو كنت انا الان في الخرطوم وقيل لي ان هدنه اعلنت وبالفعل توقف حول اطلاق النار، ربما اول شيء سافعله هو مغادره منطقه الاشتباكات، وبالتالي المخيف ومع امتداد رقعة الاشتباكات ومع غياب الأفق السياسي إلى حد كبير، موجة نزوح لربما من مدن السودان أو من الخرطوم، البعض يتحدث أيضا عن تحضر تشاد إلى موجة نزوح إلى حد ما، سحب البعثات الدبلوماسية إلى حد كبير في تحليله السطحي له علاقة بتحليل استخباراتي غربي لربما أو حتى عربي وأمريكي على وجه التحديد بأن هذا الصراع سيطول. طبيعة المواقف التي يعلنها الطرفان توضح أن ليس هناك حل وسط، لا أحد يريد أن يمسك العصا من النصف، لا تنازلات يمكن أن تفرض، وكما تحدثنا بالأمس هنا، يعني طبيعة الصراع تتخذ وفق الكثيرين طبيعة حرب إلغاء، وكأن السودان لم يعد يتسع للرجلين معا. لواء بدر الدين عبد الحكم، يعني هل تؤيد ما قاله قتيبة الصالح، هذه الهدنة أو لربما موافقة الطرفين على هدنة وإن كانت محدودة التنفيذ هي مؤشر على أن هذا الصراع سوف يطول وعلى أن الاشتباكات سوف تأخذ شكلا أكثر حدة؟ طيب، من أطلق الصرخة الأولى؟ أولا هنالك تحالف ما بين دولة خليجية والقوات التمرد واليساريين الموجودين في الحرية والتغيير، وهم كانوا يحلمون أن يستولى قوات الدعم السريع المتمردة على السلطة في الخرطوم وهم يحكمون، لأنهم غير مشاريع. من يعمل، من يشتغل في العمل الإلكتروني؟
هم منصات موجوده في لندن، منصات موجوده في الخليج وداخل الخرطوم، وهم كلهم يساريين. والان ما يستشار به هو اعلام مضلل على الاطلاق. لماذا كانت كل العمليات وسط خرطوم؟ واين توجد قواعد الدعم السريع؟ الدعم السريع عنده حوالي 8 قواعد رئيسيه وعدد من القواعد الفرعيه، واحد هذه القواعد في شمال خرطوم درمان. شمال درمان سري تم سحقه، تم ضربه ضرب وغدق، قتل فيه عدد كبير جدا من الدعم السريع. الثاني في جنوب درمان في منطقه الصالحه تم قصفه وتدميره، والثالث موجود في طيبه تم تدميره، وفي صوبه تم تدميره، في شمال الخرطوم هكذا. لماذا القتال حول الخرطوم؟ اتحركت هذه القوات كلها للهجوم للاستيلاء على القوات، عن استيلاء على الرافض او القياده العامه لقوات الشعب المسلحه. اذا جاءت قوات هاجمت قوات الشعب المسلحه في قيادتها، فمن المهاجم الاول؟ هناك ثلاثه اشياء لابد ان يعرفوها. الاولى، هناك محاوله لاغتيال ثلاثه من قاده القوات المسلحه. اربعه، الفريق البرهان، الفريق ياسر العطا، الفريق الرئيس هيثر كان، هؤلاء وفريق خباش كانت محاولة اغتيال وتورط فيها عدد من قادة الحرية والتغيير. وهذه العملية عقدت لها اجتماعات في دولة خارجية، حتى أن البرهان هدد هذه الدولة بأنه سيقطع علاقات الدبلوماسية مع هذه الدولة. يعني اليسار متورط في هذه العمليات، متورط الآن. من أي دولة نتحدث هنا؟ أنا أتركني أن أتم كلام. أنه الآن القوات المسلحة سحقت هؤلاء، كانت الهجوم في الثلاث ايام الاولى وهي ما اطلقت عليها القوات المسلحه الصمود التصدي في وسط الخرطوم، تم سحق المهاجمين على الاطلاق، وانتقلوا في المرحله الثانيه بعد اربع ايام، انتقلت الاربع فرق تحولت الان في تمشيط في مدن الخرطوم الاساسيه، هو الان متحركه من اقصى شمال الخرطوم، والان في وسط بحري، في اقصى شمال بحري، وهو تحركت من الميناء الازرق في على ضفه الميناء الازرق الشماليه لتلتقي مع الثانيه في الوسط حتى يتم سحق الموجودين في هذه الازقه والشوارع. في نفس المستوى تحركت القوات المسلحه في مدينه الخرطوم في ثلاثه محاور اساسيه، محور في الوسط ومحور في الغرب ومحور في الشرق، وتم سحقهم على الاطلاق. الان عدد منهم خرج على طريق مدني وتم ضربهم بالطيران. كانوا يحلمون ان تاتي بعض المعونه من دوله غرب في غرب السودان ودوله في شرق السودان، لكن حوالي 300 سياره تم سحقها بالمسيرات وبالدرونات وبالطائرات الهليكوبتر. اما ما حدث في الذخائر التي اوتيت من الشرق فقد دمرت، وعندي هنا في الموبايل ممكن اراكم هذه العربات المدمره. الان ما يتحدثون به عن وجود للدعم السريع او انتصارات وهميه، هذا موجود في فقط في ساحه الانترنت فقط، ومن خلفه كان هنالك اقوال خليجيه وكوادر من الحزب الشيوعي السوداني وبعض اليساريين وبعض العملاء وبعض الخونه. اي حديث عن انه يساوي ما بين القوات المسلحه والدعم السريع، هذا حديث شخص خاين على الاطلاق. لان الشعب السوداني، انظر الى الشعب السوداني، عندما خرجت قوات الشعب المسلحه لتمشيط الشوارع كانت تستقبل بالزغاريد من النساء وبالحلوى وبالشاي وبالمأكولات، لكن اين هؤلاء؟ يبدلون الان اسلحتهم بملابس مدنيه. اسمح لي سيد بدر الدين عبد الحكم. هؤلاء من دوله الشاد من دوله النيجر. أستاذ أحمد يحيى، يعني الحديث اليوم أين هو المواطن السوداني فعليا؟ ما الذي ينتظره؟ ما الذي يتمناه؟ هو يقف ويتفرج على هذا الصراع العسكري؟ هو طبيعي جدا يعني أن المواطن يرجو ويرتجي السلام والأمن والاستقرار، ويريد أن تقف هذه الحرب، ويريد أن يعيش في سلام وفي أمان. الأمور الاستراتيجية المعنية بالقوات والدمج والتسريح والاحتراب، هذه قرارات عسكريه يجب ان تتخذها قوات المؤسسات العسكريه والمؤسسه. القوات المسلحه معروف تاريخيا وهي قوات مسلحه محترمه، كل الشعب السوداني يحترمها، وهي قوات لها وضعها التاريخ والاستراتيجي، لكن هي يجب عليها ان تتحمل مسؤولياتها في اطار وضع ترتيباتها الداخليه وبرامجها الداخليه في التسليح وفي الدمج وفي التجنيد وغيرها، وبعيدا من ان يكون ذلك له اثر في الشعب السوداني. هذه قوات الدعم السريع هي قوات اشعاعات القوات المسلحه نفسها. في وقت من الاوقات كانت تحتاج الى قوات بميزات معينه بمزايا معينه وانشاتها وعملت معها واستفادت منها
في كثير من الحروبات في دارفور، في النيل الأزرق وغيرها. الآن هي لديها إشكالية كبيرة في مسألة التحكم والسيطرة على هذه القوات، وهذا الأمر ليس معني به الشعب السوداني. يجب أن تكون هذه المعارك بعيدة من الشعب السوداني ولا يتضرر منها الشعب السوداني. الشعب السوداني شعب مسالم يريد أن يعيش بسلام وفي أمان. على القوات المسلحة أن تتحمل مسؤولياتها، وعلى الدعم السريع أيضا يتحمل مسؤوليته في أنهم يخرجوا بعيدا من هؤلاء المواطنين العزل الذين لا يرتجون العيش بسلام وبأمان والاستقرار، وينهض السودان. السودان تأخر كثيرا من سنة 56، هذا البلد الذي بعد الاستقلال في 58 ظهر فيه تمرد بفصيلة من الجيش السوداني اللي هو بعضها ظهرت الحركة الشعبية للسودان قيادة الراحل الدكتور جون غرانغ في 83، بعضها ظهرت حركات دارفور في بداية التسعينات إلى 2003، وظلت الحروبات في دارفور حروبات متواصلة وأنهكت الاقتصاد السوداني والشعب السوداني وقللت كثير جدا من المساحات أو المزايا التي يمكن أن تكون السودان في سبيل التطور، إلى أن أتت اتفاقية نيفاشا التي بعضها يفضل. يبدو أننا فقدنا الاتصال مع سيد أحمد يحيى. قتيبة الصالح، يعني على ما يبدو كل المؤشرات توحي بأن هذا الاقتتال سوف يطول، وخلال 7 أيام، اليوم هو اليوم 8 من الاشتباكات، قتل ما لا يقل عن 5 من موظفي مساعدات إنسانية، قتل موظف من المنظمة الدولية للهجرة، وأيضا هناك 256 ضحية مدنية. إلى أي مدى واقع السودان الفعلي وقبل هذه الاشتباكات يصعب عمل المؤسسات الإنسانية، ويوحي بأن هذا الاشتباك سوف يكون لديه أو سوف ينتج عنه الكثير من الضحايا المدنيين؟ يعني بطبيعة الحال طبيعة الاشتباك هي تؤدي في النهاية إلى ضحايا مدنيين. طبيعة الاشتباك المفاجئ في النهاية، الطبيعة الفجائية التي حدث فيها، الطبيعة الحضرية الغير معتادة للسودان، بمعنى القتال داخل المدن لربما من حي إلى حي من شقة لشقة، طبيعة القصف الذي شاهدناه بالطيران داخل السودان، يعني بمعنى أننا لدينا قوات أرضية، لدينا قصف جوي، لدينا حتى انتشار مدرع داخل الأحياء، بالتالي الطبيعة المدنية لهذا الأمر هو بشكل طبيعي سوف يزيد عدد أعداد الضحايا. أيضا ما حدث خلال أول يومين تحديدا، بمعنى الناس الذين احتجزوا في أعمالهم أو في جامعاتهم ومدارسهم، بالتالي حاول هؤلاء العودة إلى منازلهم بشكل من الأشكال عندما اعتقدوا أن الأمور هدأت لربما أو أن الشارع الذي بجانبهم هدأ. هذا أدى أيضا بشكل من الأشكال خلال الأيام الأولى الثانية الثالثة إلى ارتفاع نوعا ما ضحايا المدنيين بسبب وجودهم بالشارع أثناء محاولة عودتهم إلى حد كبير. أريد أن أعلق هنا على حديث عن هذا الاشتباك أو هذه المعركة أو هذا النزاع قد يطول لربما يستمر بشكل من الأشكال. هناك مشكلة في هذا النزاع وهي تتعلق تحديدا بما قام به الدعم السريع. هو الآن يحاول تغيير طبيعة هذا الصراع أو يحاول يعني فرض طبيعة مختلفة إلى حد ما، يريد أن يفرض على الفريق الآخر، بمعنى إن كانت خطته الأولى تحديدا وهو السيطرة على القواعد الجوية لتحييد سلاح الطيران الذي ثبت بشكل من الأشكال أنه يرجح كفة الجيش إلى حد ما بوجوده، بالتالي الآن بعد أن فشل فيها إلى حد ما يريد الآن أن يفرض طبيعة قتال الشوارع إنجاز التعبير، بمعنى القتال الحضري، يعني هو ينتشر. الصعوبة الآن حتى في الخرطوم تحدث عنها الضيف بعمليات التمشيط، عمليات التمشيط نفسها هي عملية حرب شوارع داخل المدن السودان. هذه العمليات تتخذ طابع الدمار الكبير إلى حد ما وتتخذ طابع أيضا الاستمرارية والطول. هذا الأمر نتحدث في الخرطوم فقط، بمعنى لدينا ربما المرحلة الأولى تتعلق بالخرطوم. ماذا لو طور الطرفان أو أحد الطرفين استراتيجيته بعد حسم معركة الخرطوم لإنجاز التعبير والانتقال إلى معارك أخرى أو إلى وضع سياسي استراتيجي عسكري يسود في البلاد، يعمل يعني يؤدي إلى نوع من الانقسام إلى حد ما، من التقسيم في السيطرة إلى حد كبير، خاصة مع عدم يعني جديد. يعني لتصبح الصورة أوضح أن الجيش سوف يسيطر على مناطق. لا لو افترضنا أن الجيش متفوق إلى حد ما في معركة الخرطوم بحكم ووجود الطيران والسلاح المدرع وبحكم أنها العاصمة، يعني الحديث يدور الآن عن أن قوات الدعم السريع قد تلجأ إلى، تحدثنا بالأمس عن هذا الموضوع، إلى نقل خطوط الاشتباك، يعني بمعنى خطوط التماس هذه التي موجودة في الخرطوم الآن إلى نقلها إلى أماكن ثانية. وكنا تحدثنا بالأمس عن وجود ربما بعض المصالح الإقليمية أو حتى الدولية في وجود نوع من التقسيم، حتى لو كان تقسيم نوع من التقسيم. من لديه مصلحة في هذا التقسيم؟ بشكل واضح الولايات المتحدة إلى حد كبير. تحدثنا بالأمس عن موقف الولايات المتحدة، تحدثنا بالأمس أنها معنية جدا بوجود حالة استقرار ولكن هش، بمعنى أنه قابل للاشتعال باستمرار في هذه المنطقة في إطار الصراع والمنافسة العالمية مع الصين وروسيا والحضور الصيني والروسي
الروسي الذي تفقد نفوذها بموجبه في إفريقيا. جانب آخر هي إسرائيل أيضا. إسرائيل بالنهاية علاقتها مع السودان إلى حد كبير هي علاقة شخصية، علاقة تتعلق بالأشخاص وهذا التطبيع، وبالتالي هي لديها علاقة مع الطرفين، لذلك هي معنية بتحويل السودان لربما إلى كانتونات وفق التفكير الإسرائيلي والاستراتيجية الإسرائيلية القديمة المعتمدة على ضرورة تحويل هذه المنطقة والمنطقة العربية إلى كانتونات على أساس عرقي طائفي سياسي لا يهم، ولكن هذا ليعطيها شرعية إلى حد ما. والشيء الثاني هي أن تقدم نفسها للطرفين المتنازعين في حال تحولوا بهذا الشكل على أنها ضامن الأساسي لأمنهم. بالأمس كان أحد الضيوف يتحدث معنا عن موضوع إعادة نظر حتى في طبيعة التطبيع مع وصول حكومة مدنية أو حكومة جديدة إلى حد ما. إسرائيل بالتأكيد غير معنية لذلك، خاصة وأن استطلاعات الرأي ربما لا يوجد استطلاع حديث، ولكن هناك استطلاع بعد اتفاقية التطبيع التي تم الإعلان عنها تتحدث عن أكثر من 70% من السودانيين رافضين لذلك. طب أسأل هنا السيد عبد الواحد إبراهيم وهو معنا من لندن، ما رأيك في مقاله الزميل قتيبة صالح حول وجود مصالح أجنبية تستفيد من هذا الصراع والاشتباك القائم في السودان، تحديدا نتحدث هنا عن الولايات المتحدة الأمريكية، عن إسرائيل وحالة الاستقرار الهش الذي من الممكن أن يخدم مصالحها لاحقا؟ شكرا. أولا طبعا بالنسبة يعني لو تطرقنا لموضوع إسرائيل، هو قال 70%، اعتقد النسبه اكثر من ذلك بكثير جدا. يعني لاول مره يعني السودانيين يعني يسمعوا بشخص سوداني يقابل شخص اسرائيلي كان هو عبد الفتاح البرهان الذي يدافع عنك ضيفك العسكري والذي يصف الاخرين بالعماله وبالارتزاء وبغيره. انا يعني لست مع قوى الحريه والتغيير واختلف معها يعني 100 درجه، يعني خصوصا في اتفاق الاول في اعلان السياسي وفي وثيقه الدستوريه التي وقعتها مع عبد الفتاح البرهان وحميدتي، وكنت أرى شيء طبيعي أن تقام يقوم مجلس سيادة مدني وتقوم حكومة مدنية كاملة. لكن يعني أنا ما بدافع عن الحرية والتغيير، لكن لا يقنع يعني أن تصف كل الحرية والتغيير مثلا يعني باليسار. وأولا كل الأحزاب اليسارية طلعت من الحرية والتغيير، هي في السودان في 3 أحزاب يسار، الحزب الشيوعي وحزب البعث والحزب الناصر، دي طلعت، وحزب يعني صغير ناشي حشد الوحدوي ايضا طلع بدري خالص من الحريه والتغيير. فما في يسار الان موجودين، يعني هؤلاء العسكريين لديهم عداء مع شخص اسمه ياسر عرمان في الحركه الشعبيه لتحرير السودان. فاول ما يعني يتم الاعتراض على سلوك هذا الجيش الذي يعني اعمل القتال في بني السودان ولم يقاتل دفاعا عن الارض، يعني هي اللحظه الوحيده سمعنا بانه الجيش دافع عن الارض هي في الفشقه، وكان هذا تحت ضغط القوى المدنيه المتواجدة معهم في السلطة. الآن جزء كبير جدا من السودان يعادل مساحته مساحة الدول، يعني أكثر من 16-17 ألف كيلومتر. هذا الضيف العسكري لا يستطيع أن يتحدث عنه لأنه حليفه البرهان متحالف مع دولة مصر، ومصر استحوذت على حلايب وشلتين و8 مناطق على النيل في منطقة النتو، ما يعرف بنتو حلفة اللي هي على نهر النيل. عبد الفتاح البرهان يتعامل مع شخص غضم من أرضه واستحوذ على عرضه ولم يعترض عليه وزاره 3 أو 4 مرات. فالمزايدة على السودانيين في آرائهم، والسودانيين ناس شجعان يقولون رأيهم بوضوح ولا يعني تأخذهم لومة لائم بهذا الأمر. المؤسسة العسكرية مؤسسة فاسدة احتكرت 82% من اقتصاد الدولة، وهذا ليس حديثي أنا. أنا عملت صحفي 20 سنة وصدمت لما تم هذا الاكتشاف على لسان رئيس الوزراء المتحالف معهم عبد الله حمدوك، حيث قال إننا نحن نسيطر على 18.5% فقط من الاقتصاد السوداني، الباقي بيد المؤسسة العسكرية. هؤلاء الفرغاء وهؤلاء الألوية المتواجدون في مؤسسات وفي شركات ضخمة تستحوذ على اقتصاد السودان هم الذين لا يودون أن يغادروا أماكنهم، والآن نراهم يعني ينهزمون من 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 شباب مثل أولادهم الصغار في العمر. هؤلاء الذين يقودون الحرب باسم الدعم السريع 90% أو أكثر من الشباب ومقاتلين شرسين جدا جدا، بينما كبار الضباط بما فيهم مفتش الجيش الذي احتل منصب عبد الفتاح البرهان قبل الثورة نفسه اعتقلوه. فنحن كل مرة بنسمع بالضباط وبيجيبوا صورهم يعني بينشروا صورهم، فالموضوع مش موضوع بتاع دعاية، هم تقنيا وإعلاميا أفضل من الجيش. الآن الجيش خلق حالة عداء بعد فض الاعتصام، بعد أن وثق فيه الشعب السوداني وذهب إلى القوات المسلحة ليحتمي بها في مواجهة عمر البشير وعصابته.
لكن بعد ذلك الجيش غدر بالثوار في نهار في رمضان يعني وفي يوم الوقفة. هذا يعني قيادة الجيش، خلينا نبدأ نكون التعبير يكون أدق. ولذلك الآن الصراع مع قيادة الجيش المستحوذة على هذه الثروة وعلى هذه الأموال، كبار الضباط هؤلاء الفرغاء أي واحد فيهم عنده امتيازات يدافع عن هذه الامتيازات، وبالتالي هم تركوا القتال لم يعدوا يقاتلون. يعني هؤلاء يذكرون في الدول القديمة التي يعني سقطت ولم يدافعوا عنها كالرجال. فيعني هذا الحديث يعني يعني التخوين والكلام ده كلام الزمن، ولا في ظل إعلام محايد، في ظل وسائل إعلام متعددة منتشرة في أيادي الناس حتى الناس البسطاء المهماش إعلاميين، نجد إنه الحقيقة سرعان ما تظهر والأكاذيب سرعان ما تظهر ويتم الرد عليها. طبعا هذه الجزئية، اسمح لي سيد عبد الواحد أن أسأل اللواء بدر الدين عبد الحكم، يعني كما وصف المشهد السيد عبد الواحد هو اقتتال بين قوات الدعم السريع هؤلاء الشباب الشرسين كما وصفهم، وأيضا قيادة الجيش والضباط الذين يريدون أن يحافظوا على الامتيازات التي حصدوها على مر السنوات، هل تؤيده في ذلك؟ طبعا أكيد لا أؤيده. نفس الإعلام الإلكتروني الذي يدير قوات الحزب الشيوعي ضيفك الكريم يتحدث كيف أسر المفتش العام. المفتش العام كان يسكن بجوار حميتي في منزله أو بجوار حيطة بالحيطة، الآن كان يسكن معه، بل كان كباش يسكن معه، كله في إشلاق واحد كان يسكنه مع بعض، وكان لا يوجد منطقة عسكرية، كان لا يوجد تأمين في منزله. دخلت قوات الدعم السريع من منزل حميتي إلى منزل المفتش العام في خيانة وغدر لا يشبه السودانيين. هذا الشخص يسوق لخيانة لا تشبه أخلاق السودانيين. عندما تحدث عن 82% من موارد السودان عند القوات المسلحة، هذه الذرية يعني يشيعها كوادر الحزب الشيوعي. القوات المسلحة لا توجد عندها مؤسسات على الإطلاق، هم يتحدثون ربما عن مؤسسات أخرى في دول مجاورة. القوات المسلحة لا تمتلك شيء غير القطاع العربي على الإطلاق، تمتلك شيء، لكن هناك هدف أساسي. الحزب الشيعي متحالف مع عبد الواحد محمد نور، الحزب الشيعي متحالف مع عبد العزيز، الحزب الشيعي كان متحالف مع الحركة الشعبية، الحركة الشعبية تحرر السودان. الآن الحزب الشيعي وقع قبل عام مع هذه الحركات المتمردة التي لم تذكر. فالحزب الشيوعي كوادر في الحرية والتغيير نعرفهم بالواحد، هذا شيوعي، نحن في السودان بنعرف بعضنا البعض. والتضليل الذي يمارسه كوادر الحزب الشيوعي لا إذا انطلق على الآخرين لا تنطلي علينا على الإطلاق. الحزب الشيوعي متورط في هذا العمل، الحزب الشيوعي تحالف حتى في الوثيقة التي كانت توقع يراد أن توقع، هم الذين كتبوا هذه الوثيقة وتحدثوا عن انه قوات الدعم السريع تدفع لمجلس الوزراء. هل سمعتم في العالم بانه دوله فيها جيشين الا اذا هذه الدوله تحميها دوله من الخليج؟ هذه الدوله الخليجيه بغداد الشغليه في اليمن، اليمن عندها الحراك الجنوبي، في حزب الله في جنوب لبنان، هنا حفتر في الشمال، صحيح حزب الله ما عنده علاقه بهذه الدول الخليجيه، لكن يريدون ان يضع السودان دوله فاشله، لانه عندهم قول قديم ان القوات المسلحه هي عقبه والتطور الاشتراكي، لان القوات المسلحه في 71 تصدت افراد القوات المسلحه عندما علم ان الانقلاب شيوعي، سحق افراد القوات المسلحه البسطاء، سحقوا كل عضويه الحزب الشيوعي. وانا ارى انه هذا الموضوع يحصل في السودان، لانه الان هذه الفتنه في خلف الحزب الشيوعي وكوادرهم من يسميهم رواصاتهم في الحريه والتوقيف. الذين وضعت حميتي انه تدمج هذه القوات في 11 سنه، تدمج في 11 سنه وتوسط، وقال يريد ان تشيل مرصد حتى كوادر الحزب الشيوعي الموجوده في الحريه والتغيير هي متحالفه مع هذه الدوله الخليجيه، وكانت المؤامره كبيره جدا، مؤامره كبيره جدا، كانوا يقاتلوا في مطار الخرطوم ويقاتلوا في مروي، لماذا يقاتلوا في مروي؟ لا قاتلوا في مروي بعنف وسحقوا لانهم كانوا يريدون ان يصول على مطار مروي وتاتي طائرات محمله بالذخائر والمهمات العسكريه من دوله خليجيه ومن حفتر، من حفتر كانوا يقاتلون في الخرطوم، كانوا يتحدثون ان هناك امداد ايضا مفترض ان يصل، هم لانهم هو البدو. ثلاث اشياء انا قلت لواحد فيها انه حاول اغتيال هذه الدوله الخليجيه ومع اعضاء كوادر الحزب الشيعي في حزب التغيير ان يختاروا قياده القوات المسلحه، وتحدث قائد القوات المسلحه في جندي عن هذه الواقعه، بل ذهبوا مباشره الى هذه الدوله وهددهم بانه سيقطع العلاقات الدبلوماسيه ان لم تكشف هذه المعلومات، وهذه المعلومات
استلمتها الاستخبارات العسكريه من دوله صديقه اسيويه، سلمتهم بتفاصيلها ان هنالك مؤامره على. ثانيا خطط الكوادر الحزب الشيعي في الحريه والتغيير مع حميتي قبل 4 أسابيع على ان يعتصم حول القياده العامه وتحميم عند هذه فشله. ايضا ليلا تم تنوير كل الوحدات العسكريه. اسمح لي سيد بدر الدين عبد الحكم. نعم أستاذ أحمد يحيى، ما رأيك بالامتدادات الإقليمية والعربية وربما حتى الإفريقية لهذا الصراع؟ إلى أي مدى هي سوف تساهم في إطالة أمده، أم أنها على العكس قد يكون هناك لها دور فعلي في الحد من أمد هذا الصراع؟ السودان دولة تتمتع بموقع جيوستراتيجي مهم، حيث أنه مطل على البحر الأحمر ومساحات كبيرة تطل على الصحراء الكبرى. هذه الصحراء التي تضم حوالي 10 دول هي حول الصحراء، وهي تجاور دول مهمة في المنطقة ودول لديها اهتمامات وارتباطات إذا كانت اجتماعية أو اقتصادية مع السودان ولديها وسائط وعلاقات. السودان دولة مهمة في المنطقة، بالتالي الأثر الأمني مؤكد إذا لم يتم حسم هذه الأمور في فترة وجيزة ولم يستقر السودان، مؤكد سوف يعني يكون له أثر أمني في المنطقة، باعتبار أيضا أن هناك دول كثيرة لديها أطلاع تجاه السودان باعتبار مواردها التي هي موجودة في باطن الأرض وتريد أن تستفيد من السودان في كثير من المجايا. الأقطاب الكبيرة حتى أمريكا وروسيا وغيرها أيضا لديهم رؤية معينة تجاه السودان، والسودان يؤثر كما يتأثر في كثير حتى من الصراعات في المنطقة. هناك أحاديث كثيرة كانت تدور في الصراع الذي يدور في أفريقيا الوسطى الآن، هناك أحاديث كثيرة تدور ما بين عدم الاستقرار أيضا في الشات، والصراع الذي كان يدور مؤخرا ما بين السودان وأثيوبيا والذي تحدث عنها قبل قليل، والعلاقات السودانية المصرية والتي هي الآن متمركزة حول المؤسسة العسكرية أو القوات المسلحة أو مجلس السيادة مع الدولة المصرية، إضافة إلى التصريحات الإسرائيلية التي أيضا سمعناها وهي فيها مؤشرات عن مراقبات دقيقة جدا منهم لما يدور في السودان. وكما تحدث واحد من ضيوفك أن هناك أيضا الدول العربية كثير منها لديها اهتمامات في السودان، بالتالي إذا ما لم يحسم الأمر في السودان بصورة فيها نوع من الوطنية وفيها نوع من تحمل المسؤولية وفيها نوع من محاولة يعني تغليب صوت العقلي وإحكام العقلي ومحاولة يعني إيقاف هذه الحرب التي هي قد تكون عباسية، باعتبار أنني أرجع وأقول حاجة محددة ومصر عليها أن قوات الدعم السريع هذه هي وليد شرعي للقوات المسلحة، فهي إذا كانت عائقة فهي ابنة القوات المسلحة، وإذا هي كانت طايعة فهي ابنة القوات المسلحة، وقوات المسلحة أنشأت كثير من القوات في إطار احتياجاتها لكثير من الحروبات التي خاضتها. بالتالي أنا في تقديري يجب أن تتعامل القوات المسلحة بمسؤولية في هذا الأمر بما يقلل من الخسائر من المواطنين وبما يقلل من خسائر السودان. الآن البنية الأساسية اللي في استركشة على مستوى وسط الخرطوم الآن ينهار تماما، كثير من المستشفيات خرجت من خدمة تماما، كما ذكرت لك حتى المستشفيات التي تعمل ليست لديها وسائل أساسية أو معدات لإجراء حتى الإسعافات الأولية، وليس هناك امر الان واضح في مساله رغم ان وجود هدنه مؤقته، لكن هذه الهدنه هل تستمر لفتره او غير تستمر؟ هذه كلها اسئله تطرح ولها علاقه بشكل الاثر في السودان والاقليمي والدولي، بالتالي انا ارى من الضروري ان يحتكم الفرقاء او يحتكم الذين يتحاربون الان الى الصوت العقلي تجنيبا لان يتفشى هذا الصراع وان يمتد وان يصير هذا الصراع خارج ايديهم الاثنين. قتيبة الصالح، اليوم العنوان الأبرز هو بدء عمليات إجلاء رعاية للسعودية، الأردن، الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، يعني هناك نوع من الضغوط كانت على الطرفين من أجل القبول بهذه الهدنة من أجل إجلاء الرعاية والبعثات الدبلوماسية. هذه الضغوط هل من الممكن أن يكون لها أثر أكبر لربما في وقف القتال أو لربما في تثبيت الوضع؟ يعني دعونا بداية ننظر إلى الهدنة التي نتحدث عنها، إلى إجلاء الرعاية. إجلاء الرعاية بشكل عام يعني أن إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق نار قد فشلت. الإمكانية الآن لهدنة من الشكل التي رأيناها اليوم، بمعنى هي هدنة في المعلن ربما تخترقها بعض الاشتباكات وقد تتفجر في أي وقت. هذا يعني أن هذه الأطراف ربما الدولية وحتى الأقليمية منها لم تنجح في إقناع الطرفين بالتوصل إلى وقف إطلاق النار. يبدو أن السكة
وقف إطلاق النار أو اتفاق بشكل من الأشكال لم تركب بعد، يعني بمعنى الآن وبالتالي كان لزاما سحب العناصر الدبلوماسية، سحب الرعاية الأجانب من السودان لمعرفة تعاملها. كان لافتا الولايات المتحدة في الحقيقة، لأنها إلى حد ما حولت الملف إلى ملف أمني عسكري، كان واضح طبيعة تعاطي الولايات المتحدة. رئيس هيئة الأركان المشتركة كان بنفسه يقود الاتصالات، وبالتالي هم عبر موضوع الرعاية الأمريكيين يقوم بتحويل الملف إلى ملف أمني عسكري، مع أنه سياسي بامتياز بالبداية. وكما ذكرنا بالأمس أيضا، الولايات المتحدة كانت صاحبة يد كبيرة برعايتها للعملية السياسية إلى حد ما في السودان، كما تحدثنا بالأمس ما نقله جيمس جيفري، وبالتالي هي من أعطت الجنرالات إلى حد ما هذه اليد الطولة، أو استجابت بحكم موقفها ورعايتها للعملية وهيمنتها وما إلى ذلك. بالتالي هذا الأمر يقودنا للحديث على أن اتفاق وقف إطلاق النار لم يتبلور وعد. على الأرض يحتاج الطرفان إلى تثبيت وقائع على الأرض تخدمهم في الاتفاق القادم إلى حد كبير. أيضا ربما يحتاجون مزيد من الوقت لفرض نفسهم في المعادلة أكثر، وبالتالي يصبح من الصعوبة بمكان أن يفرض أي حل على السودان أو أي اتفاق سياسي أو مشروع مستقبلي بما يستبعد المكون العسكري عموما، وبالتحديد الجنرالين الذين نتحدث عنهما. في الجانب الإقليمي هناك على ما يبدو حراك لإبقاء الشأن السوداني أو ما يحدث شأنا داخليا أكثر من التفكير في الحل الآن. نتحدث عن حالة إرباك لربما، تحدث الضيف عن تدخل الأطراف، ليس لدي معلومات في الحقيقة، ولكن نتحدث في الجهود السياسية كان هناك محاولة لإبقاء الأمور في الداخل السوداني، اتفاق الأطراف إلى حد ما حتى وإن كان بشكل غير مباشر وغير معلن على عدم التدخل لربما، استمزاج آراء الأطراف الإقليمية الداعمة لفصائل مختلفة وجوانب مختلفة في الداخل السوداني. على الصعيد الدولي، المجتمع الدولي عموما هو حالة فلكلورية معطلة إلى حد كبير، تحدث عن الأمم المتحدة والصراع السوداني أو النزاع في السودان مثل كل الصراعات الإفريقية التي لم تتدخل أو تنجح الأمم المتحدة إلى حد كبير في الوصول إلى اتفاق أو إلى وضعها على سكة حل حقيقية وفعلية. الولايات المتحدة تحدثنا عن موقفها وما تريده، وهذا في الأعم الأغلب، ولكن في العموم لا يوجد جدية، لا يوجد جدية حقيقية في تجنيب السودانيين، حقيقة كارثة كبرى. السؤال الأهم وهو ما يبتعد عنه كل الأطراف حاليا بالحديث عن السودان، وهو الجانب السياسي أو الدقيقة التي تلي قرار وقف إطلاق النار. شكل اتفاق السلام ما هو؟ كيف سيتضمن وجود الجنرالين في الحياة السياسية السودان؟ ما هو دور المكون المدني إلى حد ما؟ كيف سيلعب؟ ما هو شكل الاتفاق؟ بالتالي الأمور تتجه الآن فقط لإنقاذ السودانيين من الرصاصة المباشرة، ومن ثم إنقاذهم من الوضع الكارثي الذي ربما يدخلون فيه. سيد عبد الواحد إبراهيم، عن شكل هذا الصراع وشكل ما سوف ينتج عنه، وكيف لذلك أن يؤثر على مكان أو المسار الذي سبقه، سواء الاتفاق الإطاري أو أنه الانتقال إلى الحكم المدني، ما نراه اليوم كيف له أن يؤسس للغد ولدور المدنيين المنتظر في الحياة السياسية السودانية؟ وفي الحقيقة يعني الأحزاب اللي عملت من أجل الثورة والمؤمنة بالثورة لو توحدت يعني رؤاها حول هذا الأمر لفرضت رؤيتها، اللي هي قيام مجلس، يعني كما أسلفت قيام مجلس رئاسي مدني يمثل فيه أغاليم السودان الستة. لا وجود للحل غير ذلك. حكاية إنه عسكري أو ضابط يعني يستخدم السلاح بتاع الشعب السوداني اللي هو من ضرائب الشعب السوداني وأموال الشعب السوداني يجي يوجهها لنا، أو الباسسة العسكرية تدي نفسها الأولوية باعتبارها هنا فوق الجميع، وهم لا عددا لا قوة أكثر، يعني ما هم ماش أكثر من المعلمين في السودان، يعني مثلا المؤسسة العسكرية، وهي أصلا فشلت في إدارة الشأن العام لأنها تخلت عن تخصص الحقيقي اللي هو الدفاع عن أرض وسيادة وحرية الشعب السوداني، وفشلت في هذا الأمر من يوم الفضل الاعتصام. ثم استمر هذا الفشل بالانقلاب على ما اتفقت عليه مع مجموعة ضحت، ثم الآن الاختلاف فيما بينات قوات الدعم السريع. قبل 8 يوم كان برهان يقول قوات الدعم السريع من رحم القوات المسلحة، خرجت من رحم القوات المسلحة، وبرهان نفسه خرج من رحم اللجنة الأمنية لعمر البشير. وهؤلاء الناس عندهم عداء، يعني كما يسلف ضيفك، سواء كانوا العسكريين الأيديولوجيين مع حاجة اسمها الحزب الشيوعي. يعني نحن نتحدث في هذا الأمر، يعني لا يمسنا لبوس فكري مثلا من الحزب الشيوعي أو يوجه آرانا. يعني أكبر حزب في السودان حزب الأمة، حزب ما هو حزب يساري، يعني حزب يعتبر من الأحزاب اليمين ونوعا ما من اليمين الديني، وده هذا ضد الحكم العسكري. حتى حسن الترابي الذي شطر وانشق من هذا التنظيم وقف ضد الحكم العسكري وقال أنا تفت من هذا الأمر ومن دعم هذا الأمر.
ويجب ان نقف ضده. والان يتبنى المؤتمر الشعبي وهو ذاته حركه اسلاميه يتبنى هذه الرؤيه انه رافض للحكم العسكري في السودان. الحكم العسكري في السودان لا يصلح. الدولة الوحيدة النظام الوحيد هو النظام في مصر على امتداد السنوات الماضية. كل الأنظمة في مصر عندها روشتة معروفة بالنسبة للسودانيين، عايزة واحد فقط في السودان تتفاهم معه عسكري، لأنها تفشل في مواجهة الأحزاب السياسية السودانية التي تدافع عن مصالحها. الموضوع ده تاريخي من اتفاقية ميانين. المشكلة في إدراك وعي العسكريين السودانيين. سيد عبد الواحد، يعني للأسف بقي معنا دقيقتان فقط. الوطنية ووصفهم بالخيانة والإعمال والارتزاق. اسمح لي سيد عبد الواحد أن أسأل السيد بدر الدين عبد الحكم، وبدقيقة واحدة، ما هي رؤيتك للمرحلة المقبلة؟ هل يستمر هذا الصراع؟ ما هي محددات وقف إطلاق النار فعليا؟ القوات الشعب المسلحة ملتزمة بالتحول الديمقراطي. كل الثورات من 65 ل 85 كان الشعب السوداني يلجا للقوات المسلحه حتى يحميه من الانظمه، من نظام عبود، نظام نمير، نظام عمر البشير. لم يسبق بسك الكريم تحدث انه المعلمين اكثر من القوات المسلحه. لا، لكن لما نرى هذه الجماهير اعتصمت في دار المعلمين، بل اعتصمت للقوات المسلحه لانها تثق فيها. وثقه الشعب السوداني في القوات المسلحه معلومه يعني. الان القوات المسلحه هي يعني ملتزمه بالتحول الديمقراطي، لكن يفرضون التحول الديمقراطي بدون ضغوط دوليه. يتحدث عبد الله عن عبد الله حمدوه، عبد الله حمدوه شيوعي منذ ان كان طالبا في جامعه الخرطوم، والان شيوعي ملتزم، وكل الوزراء اللي عينهم شيوعيين. الحكومه ملتزمه انه تكون في انتخابات، عندما تكون في انتخابات هذه الاحزاب المشاريه التي ترفع التي صوتها عالي، معروف ان البراميل الفارغه صوتها عالي حقيقه. الان حيكون في تحول مباشره للذهاب للانتخابات، لصدور الانتخابات. الحديث عن الدوله المدنيه، الدوله المدنيه هي التي تاتي عبر صندوق الانتخابات وليس عبر الصوت العالي والضغوط الدوليه والاجنبيه، لانه فكر هو نفسه ضم عبد الله حمدوك بالاتفاق مع 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 عدد من اليساريين في الحزب الشيوعي، اتفقوا انه طلبوا من الامم المتحده ان ياتوا بفكر. اتوا بفكر لماذا؟ للضغط على المواطن المسلحه حتى يفرضوا حكومه فيها وزيره للشؤون الشذوذ الجنسي. وضحت الصوره سيد بدر الدين. نعم استاذ احمد يحيى، بدقيقه واحده لو سمحت، ما هي رؤيتك او كيف تتوقع او اي افق سوف يكون لهذه الاشتباكات اقلها على المدى القصير باختصار شديد لو سمحت؟ اذا حكم السودانيين صوت العقل والفقراء او فرقاء المؤسسه العسكريه عقلهم في ان هذه الحرب هي حرب عبثيه ويجب ان تقيف، يمكن ان يجنحوا لصوت العقل وان تكون هناك حوارات او اتصالات مباشره وغير مباشره، ويمكن بعد ذلك في هذه الهدنه ان تكون نواه لهذا العمل وان يصلوا الى ما هو يمكن ان يفيد الشعب السوداني في ان تقف هذه الحرب، وينتقلوا الى مساله الحوار الذي يفضي الى مراجعات كبيره جدا. السودان به ازمات تاريخيه كبيره، يجب ان تحل كل هذه الازمات في اطار هذه الازمه، يجب ان نعمل جميعا في اطار وضع اللبنات الاساسيه لخروج السودان من الازمات المتعاقبه تاريخيا والخروج منه باقل خسائر. اما اذا لم يصل لهذا مؤكد سوف تكون هناك تصعيد كبير من كل الجانبين، وكل جانب يحشد قواته ويحشد الياته ويحشد اشياء في داخل الخرطوم، ومؤكد ان هذا الامر سيكون له ضرر كبير للسودان، وسوف تتدخل المؤسسه الدوليه والمنظمه الدوليه، وسوف تكون هناك تدخلات ايضا خارجيه لاطراف، كل طرف له دعم يدعم الطرف الاخر، وهذا سوف يخرج البلاد من القبضه السودانيه، وبالتالي سوف نكون نحن في المحطه التي لا نريدها، محطه اننا نكون عرضه لتدخلات خارجيه كبيره قد تكون سالبه. قتيبة الصالح، ختاما، أي أفق أمام هذه الأزمة؟ يعني من الواضح جدا حتى من ضيوفنا الكرام الاستقطاب عالي جدا في السودان، الخلافات تتجاوز مفهوم خلافات بين رجلين أو ما يتعرض له السودان ومؤسسة عسكرية أو حتى طموحات شخصين، هناك أسئلة موجهة تحدثنا عنها مرارا بدأت تنفجر واحدا تلو الآخر بوجه السودانيين، هناك طبيعة علاقة مؤسسة عسكرية بالدولة وبالتالي بالمكون المدني أيضا سواء كان نتحدث عن قوات مسلحة أو دعم سريع بحاجة إلى حسمه، هو سؤال تاريخي وليس جديد، ربما سنجد أو سنتابع هدنا متتالية إلى أن يقتنع أحد الطرفان بأنه تمكن من الوصول إلى أمر واقع يريد أن يفرضه أو يزداد الضغط الدولي إلى حد كبير لإنهاء هذه الحالة.
قتيبة الصالح محلل الميدان للشؤون العربية والإسلامية، كل الشكر لك كما دائما. أيضا الشكر موصول لضيوفنا لواء بدر الدين عبد الحكم، السيد عبد الواحد إبراهيم والسيد أحمد يحيى. مشاهدينا الشكر الأكبر لكم لطيب المتابعة. الميادين مستمرة في مواكبة التطورات في السودان، في مواكبة لهيب السودان، إلا أن هذه الساعة من التغطية وصلت إلى ختامها. بأمان الله.